نحن في ثقافتنا الدينية وفي أعرافنا الاجتماعية إذا كان أحد يتيم، عائلة أخرى من أقربائه أو من المجتمع يكفلونه، يرعونه، يأخذونه، يحتضنونه عندهم، يعيش حياة عائلية كاملة. الآن عندنا في المملكة وفي بلدان كثيرة في العالم مؤسسات تهتم برعاية مجهولي الأب، أطفال مجهولين للأبوين، إما نتيجة حوادث، كوارث مثلاً، تصير كارثة، زلزال، الأسرة كلها تموت ويبقى طفل، كما حصل قبل مدة قليلة، كانت هناك هزة أرضية في إحدى البلدان، العائلة كلها راحت وبقى طفل عمره 2 3 سنوات تحت الأنقاض، بعد 48 ساعة طلعوها وحي وصحته جيدة. طيب هذا ما عنده أب، ما عنده أم، عائلة من العوائل تندفع بإنسانية، تتبناه، تحتضنه، تكفله، هذا كم فيه من الأجر والثواب. أو مجهولي الأبوين، يحصل في بعض الحالات ممن يقترفون الخطيئة والحرام ثم يلقون بهذا الوليد، يلتقط فتتبرع وتتصدى عائلة من العوائل لرعايته، لتربيته، لكفالته واحتضانه. في السنة الماضية 2021 الإحصائية الرسمية عندنا في المملكة 12,000 أسرة في المملكة احتضنت أبناء مجهولي الوالدين أو من ليس لهم والدان، سواء كان مجهولين أم غير مجهولين. 12,000 أسرة يحتضنون هذا الولد، وخاصة إذا كان لقيطاً مو معروف أصله وفصله،